طيب حضرتك ضد رحيل اكبر انديه العالم ما بتاجلهاش ماتش. كابتن احمد حضرتك ضد رحيل كولر او ممن يطالب برحيل كولر؟ نفس الامر بالنسبه لاوسوريو. انا ضد رحيل اوزوريو فعلا دلوقتي. انا طبعا طبعا طبعا. تخيل اوزوريو ما اتظلمش في الماتشين اللي هم دول، وكان معاه الامور ماشيه عاديه طبيعيه، وكان كسب الماتشين بتوعه، وكان الاربع نقط موجودين معاه. عمر ما حد كان هيقول اوزوريو وحش. ما اوزوريو ده اللي عمل الماتش العظيم اللي انت شفته قدام سموحه، والدنيا كلها سقفت له وسقفت لكل اللاعبين. الله، هو اشمعنى لما بتحصل مشكله هنا انا بقول اوزوريو، بتحصل مشكله هناك بقول التحكيم؟ ما الاهلي لما بيخسر ماتش ما بقولش كولر، الاهلي نفسه. الاهلي نفسه. واخد بالك؟ الاهلي ما، لا، لازم الامور تقاس بشكل كويس. وبعدين انا قلت لك تاني ان انا نسيت ابارك الكابتن حسين لبيب رئاسه نادي الزمالك، ربنا يوفقه مجلس الاداره ان شاء الله. وبنقول للمستشار مرتضى منصور كتر خيرك على الوقت اللي انت قعدته انت ومجلس ادارتك وامير مرتضى، عملتوا حاجات حلوه قوي، جبتوا 3 دوري، اخدتوا بطوله افريقيا، ودي سنه الحياه، دي مرحله ودي مرحله. ونتمنى ان مع الوقت ان شاء الله، مع الوقت الامور تبقى كويسه، ويقدموا اي مساعده النادي الزمالك يقدروا عليها ولو بالكلمه الحلوه. وان الجمهور خلاص نهدى بقى، ناس اشتغلت فتره ومرحله مع نادي الزمالك، قدموا افضل ما لديهم بالنسبه للظروف اللي الكل كان عايشها وعارفها. كان في مشاكل ما بين مرتضى منصور والنادي الاهلي وكابتن الخطيب والجماهير، واوا الامور دي انا شايفها مختفيه بقالها سنتين، والسب او الشتم اللي كان مختفي بقاله سنتين خلاص ننسى، دي مرحله وعدت بحلوها، وحلوها مش هنعتبر ان كان فيها مرها. والكابتن حسين لبيب ابن من ابناء نادي الزمالك، ومعاه حقيقه مجموعه انا شايفها ممتازه ممتازه للمرحله اللي جايه. ان شاء الله ربنا يوفقهم كده، ونادي الزمالك يكون في المكانه اللي تليق بيه، والنادي الاهلي يعيد حساباته في بعض الامور. وسعداء بالحاله اللي عليها نادي بيراميدز كمنافسه بجد، مش هزار ولا من بعيد. وكرتنا عايزينها تبقى حلوه من غير تاجيلات ومن غير مشاكل تحكيم فاضحه. بس كده. نجم الكبير وكروان التعليق العربي الكابتن احمد طيب، بشكرك.